السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ساعة صباح. وفيها ما هي مهارات التعامل مع المال التي ينبغي تعليمها لأبنائنا من أجل تنشئة جيل تجمعه بالمال علاقة رشيدة في الكسب والإنفاق؟ يقولون إن الطريق لتنشئة رجل أعمال ناجح تبدأ من الحصالة، وإن تعويد الأبناء على الادخار والترشيد تبدأ من الصغر. ويعد التعامل مع المال أحد المهارات الحياتية التي لا تعلمها المؤسسات التعليمية والتربوية، فيكون دور الأسرة هو الأساس فيها، وذلك من أجل تنشئة جيل تجمعه بالمال علاقة رشيدة في كسبه وفي إنفاقه. في حلقة اليوم من ساعة صباح سنتناول أهمية تعليم الأبناء مهارات التعامل مع الأموال وكيفيتها، لكن في البداية دعونا نتعرف على عبد الله. هو طفل فلسطيني له قصة مع حصالته، فلنشاهد معه. أنا اسمي عبد الله، ماما شجعتني على الادخار عشان أجيب الحاجات اللي بتلزمني، فمثلا مرات بدخر مصاري وبفتحهم في آخر الفصل وبشتري فيهم حاجات هيك بتلزمني، كتب بجيب من الكتب هدول طرق لحاجات أنا بحب أسويها، يعني زي مثلا تلوين والحاجات اللي هيك. أنا بحاول أشجعه يعني قد ما أقدر على الادخار، لما بيطلب مني شغلة تكون من الكماليات بحكي له حوش بحصالتك أنا بزيد لك عليها بجيب لك إياها، فهذا نوع من التشجيع يعني على الادخار والمحافظة على المال. مش من النوع اللي ممكن أخليه يعني يشارك من مصروفات البيت، بأحكي خلاص يعني هاي الأمور للصغار صعبة أو مش مناسبة يعني لطفل عمره 10 سنوات أو 11 سنة، فبحاول يعني أبعده عن هذا الموضوع. لكن في حال هو حب يشارك أو بدي أشتري إشي بدي هذا أو سألني إنه معك مصاري معكش مصاري قديش معك مصاري، ممكن أجاوبه بهاي الأمور، أو قديش راتبك قديش بتاخدي يعني من شغلك من إشي، ممكن أجاوب بهاي الأمور. غالبا لما بحوش بالحصالة بطولهم بتوجه للمكتبة بيشتري غراض قص ولزق وهاي الأمور، بحب هاي الشغلات وبحب يشتريها من فلوس. وللحديث عن موضوع حلقة اليوم من ساعة صباحا تعليم الأبناء مهارات التعامل مع المال، ينضم إلينا في الأستوديو السيد سعيد الكواري أحد المشاركين في مبادرة إنجاز والتي تعنى بتوعية النشء بمهارات إدارة المال.
اهلا بك استاذ سعيد. اهلا وسهلا. وبالطبع انه مشاهدينا الكرام الى ان نتلقى مشاركتكم واسئلتكم عبر ارقام الهاتف التي تظهر اسفل الشاشه وعلى صفحتي الجزيره مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعه البث الحي لهذه الحلقه عبر موقع الجزيره مباشر. وانتم متابعين على منصات التواصل الاجتماعي برايكم ما هي ايسر طرق تعليم الابناء مهارات اداره المال، وما هي ابرز تلك المهارات اصلا؟ ارسلوا بمشاركتكم عبر صفحتي الجزيره مباشر على فيسبوك وتويتر. استاذ سعيد، في البدايه يعني ما تعليقك على عبد الله الطفل الفلسطيني الذي يتعلم دخل المال؟ هذا شيء جيد، والأم أدت دور ممتاز في جعل الطفل يفهم قيمة المال. الطفل قبل ما يعرف المال، فالآن عشان يوازن بين احتياجاته وماله، فيعرف أن المال هو للحاجة، فبالتالي يعرف وزن المال ويقدر يخطط احتياجاته ويقدر يشتري. وفيه كثير من الناس أنا أعرفهم في مجتمع قطر علموا أولادهم هذه الفكرة في البداية، وأنا منهم مع بعض أطفالي في البداية سنهم تعلموا على الحصالة عشان يحتاجوا على الأقل يقيم ويقدر قيمة المال. فهذه تحد من موضوع الإسراف أو بذل المال في شيء لا يعني ليس له فائدة. نعم. أرحب أيضا بالمستشارة التربوية سهى أطبال التي تنضم إلينا من عبان عبر الإنترنت. أهلا بك دكتورة سهى. لو سألتك عن الطفل عبد الله، يعني وجدنا منه حالة من الجدية في التعامل مع المال، ما تعليق على هذا التقرير الذي عرضناه منذ قليل؟ يعطيك العافية وشكرا على هالتقرير وهالحلقة المميزة اللي عن جد الأطفال بيحتاجوها كتير بهاي الوقت والأهالي أكيد. طبعا الطفل عبد الله ما رح يكون هيك لو ما كان في أسرة عم بتوجهه بطريقة سليمة لإدارة الأموال. إدارة الأموال تعني إنه في موارد، المورد هو بالطبع يعني ممكن يكون بالنسبة لطفل صغير ممكن يجي من مكافأة على نجاحه، ممكن يجي من مصروفه اليومي، ممكن يجي من عيديته، ممكن يجي من أي مورد بيجلب له مال أو هدايا. يعني ممكن يكون إدارة المال تكون عينية أو مادية. فاللي أظهروا عبد الله بيعكس فعليا توجيه مناسب من الأهل لإدارة هالموارد اللي عم تجي. فالاقتصاد أكيد في الحصالة هو من مصروفه الشخصي، وقد يكون بالنسبة للأموال الثانية اللي بتجي بالعيديات أو المناسبات الثانية بيصرفها في أوجه أخرى للإنفاق. مهم جدا طبعا ما بنعتبر عبد الله صغير، لأنه قد تبدأ التوجيه بالأمور المالية للطفل تستغرب لو أقول لك من لحظة الولادة. مجرد أن ولد الطفل انفتح له حساب بالبنك لحتى انقطاعته أو الأشياء اللي بتجي المادية تنحط فيها، يتاخذ الطفل من هو وصغير يتعود على ثقافة الادخار، وما يعني من شب على شيء شاب عليه. طيب أستاذة سهى، يعني أكيد ربما هناك مشكلة فنية، سنعود التواصل معك مرة أخرى. أستاذ سعيد، يعني حضرتك مبادرة إنجاز، يعني عرفنا على هذه المبادرة، ما هي مبادرة إنجاز؟ إنجاز هي في الأصل مبادرة عالمية، وإنجاز قطر جزء من المبادرة هذه، ولها أنشطة في مختلف بلدان العالم. والإنجاز في الأساس هو توفير برامج للطلاب، للطلاب الثانوية بالذات، لتعليم أساسيات الأعمال التجارية والمفاهيم الاقتصادية، ومحاولة اكتشاف قدراتهم في المحاولة المالية، وكذلك طرح برامج وتطوير لتحضيرهم لسوق العمل. يعني هي بتعنى بالجانب الاقتصادي عند الاقتصادي الأولاد، خاصة في المرحلة الثانوية، خاصة في المرحلة الثانوية، اقتصادي وأيضا تحضير للعمل. نعم. حضرتك متطوع في هذه المبادرة، ما هي دوافعك؟ لماذا تطوعت في هذه المبادرة؟ أنا تطوعت في المبادرة هذه من 5 سنوات. الإنجاز اتصلوا بجهات عملي وطلبوني للتطوع، وأنا بادرت، ما عندي مشكلة، شيء هذا جيد، وأنا أحب هذا العمل، أحب العمل التطوعي دائما.
أعطوني برنامج معين، البرنامج هذا محضر، هو نفس البرنامج على مستوى العالم وتحضيره، وأعطوني إياه وطلعت عليه، وهو يتماشى مع طبيعة العمل اللي أنا أشتغل فيه، لأن أنا موظف وفي عمل وفراق. فالبرنامج اللي أنا كنت أقوم به هو اسمه برنامج نجاحي المهني، فتحضير الطالب لينتقل من كرسي الدراسة إلى أن يكون فاعل في المجتمع وموظف في الانفايرمنت، فعلى أساس ما يتفاجئ فيه. فإحنا نحضره نفسيا عن طريق أنشطة بسيطة نقدمها للطالب، بتحدث عنها إن شاء الله خلال البرنامج. طيب أستاذ سعيد، ربما يتساءل البعض يعني ما هي أهمية أن أنا أعلم ابني مهارة التعامل مع المال والادخار، يعني هو سيكبر وسيتعلم ذلك من تلقاء نفسه؟ يعني ما هو سيتعلم، ولكن يتعلم بعد ما يدخل سوق العمل، فيأخذ عليه وقت لكي يتعلم، وممكن يتعثر ويدخل في أخطاء تكلفه يعني سنوات قبل ما يبدأ يعني في العمل الصحيح. فذلك هذه الخطوات احنا في الأساس المفروض نعلمها مثل ما قالت الأخت سهى في البداية، من هو طفولة، ما هو المال وكيف نوفره وكيف نحصل على التمويل وكيف نحدد مصروفاتنا، وبعدين ننتقل إلى مراحل ثانوية، كيف أن هذه الأموال ممكن نعمل منها إنجازات، مشاريع عبر البرامج التدريبية اللي تعطيها الأنشطة والهيئات اللي مثل إنجاز. فيكون الطالب أصلا محضر أن في شيء اسمه مال وفي شيء اسمه إنتاج وفي شيء اسمه، لكن إذا تخرج وبعدين طلع وهو ما يعرف قيمة المال، فما حتى راتبه بياخذه ويصرفه ما فلكن يعني هو حصانة لنفسه ولأسرته وأيضا يصب في آخر في اقتصاد البلد التي يعيش فيها أخيرا. نعم أستاذ سهى، عادت علينا مرة أخرى أستاذ سهى، يعني أستاذ سعيد تحدث عن أهمية تعلم الأولاد هذه المهارة المتعلقة كيف يتعامل مع المال، نتوفر جزء كبير من الوقت والجهد، وفي نفس الوقت تحفظ له رصانته في الكبر عندما يتخرج من الدراسة، ويصب ذلك أيضا في مصلحة الشخصية ومصلحة المجتمع. هل في أمور أخرى خاصة بالأسباب التي تجعلنا نعلم أبنائنا مهارة التعامل مع المال؟ بالتأكيد نحن بنلاحظ الغلل اللي نحن فيه بالوقت الحالي، تغيرات اللي بتصير في المجتمع، سواء كانت تغيرات اجتماعية اقتصادية إلى آخره، فالطفل طبعا هو جزء من الأسرة اللي بتحدث عليها التغيير. هلأ لما بنحكي صار في غلاء أسعار، في ضرائب والرواتب ثابتة، فبده الطفل يكون مرن بحيث يستجيب إلى هذا التغير اللي بصير، الأشياء اللي اتعود إنه يأخذها مع تغير مستوى الدخل. بعض الأحيان ممكن لا قدر الله الأسرة تصيبها نكسة مالية، تكون تشتغل في دولة معينة على سبيل المثال، وفجأة مصدر الرزق ينقطع، فالطفل إذا تعود كتير ياخد وبالتالي لا يعطي أو لا يدخر أو لا يدير أموره بالطريقة المناسبة، لن يتقبل أي تغيير مالي ولن يستجيب له ولن يتكيف معه. بالتالي إحنا مش القضية فقط إذا كان الطفل معه مبلغ من المال بده يديره، لا، بده يتعود على الادخار، بده يتعود على أنه يحسب للزمن من هو وصغير، لأنه عم نلاحظ الأطفال اللي فعليا الأهالي دربوهم أو تعاملوا معهم بهاي الطريقة، أنه مهما كان الوضع المادي للأسرة في جانب للادخار، لما بيكبروا بيتعرضوا لأزمات مالية، بيتعرضوا لضغوط، لا قدر الله خسارة في استثماراتهم، هم أقدر على الاستجابة ممن اعتاد على العطاء ولم يعتد على الاقتصاد أو على إدارة المال بصورة جيدة. ويمكن الظروف اللي مرت فيها الدول العربية بالمرحلة الأخيرة أكدت أو عكست هذا الأمر تماما. نعم. يعني بنلاحظ الأطفال الأكثر قدرة على الإدارة المالية لمواردهم هم اللي في الدول اللي فعليا أقل خلينا نقول حظا، أو اللي تعرضت لضغوط مالية بسبب ثورات الربيع العربي وإلى آخره.
فعليا الأسر اللي معودة أبنائها على الاقتصاد قدروا يكملوا، أما الأسر اللي متعودة على العطاء وتغير مستوى المادي والاقتصادي للطفل فهو فعليا يجد صعوبة في ويتذكر الماضي كثيرا وأيام اللي كان فيه بحبوحة اقتصادية هو وأهله، ولا يستطيع التكيف مع الظروف الجديدة. نعم، ابقي مع دكتورة سهى. ربما يفرح الطفل كثيرا عند شراء شيء جديد، لكن تزداد هذه الفرحة عندما يصنع أدواته بنفسه. صفحة اصنعها بنفسك على موقع يوتيوب قدمت فكرة بسيطة لصنع حصالة التوفير في المنزل، فلنتابع سويا. هنعمل مع بعض حصالة بحاجات بسيطة جدا موجودة في أي بيت. هستخدم إزازة بلاستيك، هنشوف دلوقتي مع بعض أنا زبطتها إزاي علشان أستخدمها في الفكرة بتاعتي. شايفين بالشكل ده جيت من بعد القاعدة بتاعتها بالارتفاع بقى اللي انتوا عاوزينه وقصيت الجزء العلوي. تقدروا طبعا اللي انتوا بقى ترسموا عليها تعملوا اي اضافات. انا الحاجة اللي انا هستخدمها هعمل ايموجي باشكال مختلفة، شايفين اشكال كتيرة جدا. بفكر بقى اعمل حاجة، الجزء الاولاني همشي بالتسلسل من تحت لفوق، اول جزء من تحت هبدأ الأول بشريط واشي تيب وبعدين هبدأ أعمل إيموجي مثلا حزين وبيعيط بيعبر طبعا عن الحالة المالية المنخفضة جدا، وبعدين كل ما هطلع لفوق هتبدأ الوجوه التعبيرية طبعا تتبسط وتفرح وتبدأ إن هي تضحك. تقدروا تستخدموا حاجات كتيرة جدا. دي كانت علبة عندي، ممكن تستخدموا زي ما قلتلكم في الأول إزازة، الإزازة على فكرة هتكون أسهل. دي كانت علبة كان محطوط فيها فرش كان ميك اب فاستخدمتها في الفكرة دي. هغطيها بالواشي تيب كده من اول بس جزء، وبعدين هبدأ ان انا احط بقى الايموجيز كلها بالتسلسل اللي انا قلتلكوا عليه. هسيب الجزء ده علشان احط فيه الوجوه التعبيرية الحزينة. بالشكل ده هفضل ماشيه بالتسلسل اللي انا قلت لكم عليه، فضلت ماشيه بيه لحد ما وصلت للنهايه. عملت في الاول حزين شويه، بعدين بدا يفرح، بعدين مبسوط طبعا لان الفلوس بدات تزيد، وفي الاخر مبسوط جدا ومنبهر وعيونه كمان مرسوم فيها قلب. ده دليل هو مبسوط جدا علشان الحصاله بتاعته اتملت كلها. طبعا حاجه زي كده بتعبر عن الحاله النفسيه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، تقدروا ان انتوا تغيروا في اي حاجه، ممكن تعملوا اضافات تانية تقدروا بقى تعملوها على مزاجكم. ما زلنا نفتح باب الاتصال للجمهور. معنا محمد القحطاني من السعوديه، تفضل سيد محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. والله في طلاب شطار في فقراء عندهم ظروف الماديه، عندهم يبغوا دفاتر يبغوا اقلام يبغوا ملابس يبغوا امتحانهم المدرسين والمدرسات، وما يقدر يدفعون ولا حد يدعمهم. وبعد الفسحه يروح الصباح يقوم يروح المدرسه ما عنده لا فطور ولا معدته فاضيه، ويقعد في حاله ويجي تلوثات وامراض. اتمنى من الحكومه انها تهتم بالفقراء لانهم شطار الفقراء والله. نعم. والله شطار في الدراسه واذكياء وفاهمين، ولكن ما حد يهتم فيهم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. اشكرك سيد محمد على هذا الاتصال، شكرا جزيلا لك. استاذ سعيد، يعني موضوع الحصاله هل هي امر ضروري ان يكون لكل ولد حصاله موجودة في البيت في مكان معروف؟ أنا من رأيي أن هذه حاجة ضرورية. تنمية يعني تنمية النشأ على وتعليمه على قيمة المال. فأنا في نظري أن الأفضل أن كل طفل لازم يكون له حصالة. حضرتك استخدمت هذا الأمر مع أنا أولادك؟ أنا استخدمته مع أولادي مع أولادي. فكان عندهم وعي بالمال إلى حد ما يعني. والأمر ده كان لي أثر إيجابي في الكبر عندنا إلى حد ما. طيب أستاذة سهى، بالحديث عن فكرة، ربما سؤال أستاذ محمد القحطاني كان بيتحدث عن فكرة المستويات المادية، يعني أن هناك أولاد في حالة احتياج وفقر رغم ذكائهم وقدرتهم العلمية. السؤال، هل فكرة الحصالة أو توفير المال أو إدارة المال هل لها علاقة بمدخول الفرد؟ هل يعني الأسرة يعني هل هو الأمر على جميع الأسر مهما كان المستوى المادي، أم الأمر متعلق بالمستوى الميسور من المال؟
لا طبعاً مش الميسور، بالعكس يعني قد يكون، وهذا اللي بنلاحظه إنه الاستجابة للإدخار في كافة المستويات عند الأطفال جيد، ولكن الأساس إنه نبدأ بعمر كتير صغير. الحصالة ما لازم تكون حصالة فقط لإدخار الطفل لنفسه، من المهم جدا أن نعود الطفل على الادخار لثلاثة أمور، وهي شغلات كتير الأهل بيغفلوها. الأهل بيعطوا كتير 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 وبالمقابل ما بياخدوا. إذا ما تعود الطفل من هو وصغير أنه جزء من الادخار هو خاص بالمناسبات الاجتماعية، بمعنى مثل ما أمي وأبوي أو والدي ووالدتي بيعطوني وقت الأعياد، وقت المناسبات، وقت عيد ميلادي، وقت إلى آخره، أنا كطفل لازم أتعود أدخر جزء من المال لإعطاء برضو أهلي وأهدائهم في المناسبات، لأنه بس يكبروا ببلشوا الأهل فعليا يحسوا بالفرق، أنه إيش معنى ابن فلان بيعطي لأهله رغم أنه أهله ما عملوا له مثل ما إحنا عملنا له. الطفل إذا تعود من هو وصغير على احترام الآخر والإعطاء له سيستمر هذا معه مدى الحياة. إضافة للجزء الثاني من الادخار بده يكون للآخر المحتاج، بمعنى أنا جزء من مدخراتي وقد لا تكون مال، أنا بدي أعود أنه في سلة الإشي اللي بيصغر على الطفل مثلا يحطه فيه، سواء ملابس، أحذية، اشترى لعبة جديدة بده يوزع اللعبة القديمة اللي عنده، في مكان مخصص للآخر إضافة لجزء من حصالتي نقدا ماديا خاص لإعطاء الآخر المحتاج. الجزء الثالث اللي هو لمدخراتي أنا، وهذا يمكن بياخذ الجزء الأكبر، اللي في حال أنه أنا إجا عبالي شغلة أني أشتريها في وقت معين لازم أجمع مبلغ مناسب من المال لحتى أحصل على هاي الشغلة. طيب. وفي هذا الجزء المخصص للطفل هون ممكن الأهالي يستخدموا أساليب تشجيع. طيب قبل الأساليب يا أستاذة سوها، بس جمعت 10 دنانير قبل يعني فكرة التقسيم، فكرة يعني الادخار للتقسيم ثلاث أمور حضرتك قلت فيها، احترام الآخر أنه يعني يجيب هدية لأبوه وأمه في أعياد ميلادهم، تعامل بالمثل يعني، ونقطة بس في سؤال في يخص في المحتاج، حضرتك قلت أن يعني فكرة أن هو يبقي جزء من ملابسه الضيقة أو التي صغرت عليه لعبه القديمة يعطيها للمحتاج، ألا يربي هذا الفعل عند الولد أن المحتاج يأخذ الفضل منه، ليس بشكل أساسي، يعطي الفضل يعني ما تبقى منه يعطيه للمحتاج القديم، يعطيه للمحتاج. فهمت عليك، ما احنا عشان هيك انا قلت جزء منه مادي وجزء منه فعليا للقديم. طب ما هو نحن بالعالم كله اذا بتطلع على الاميرات في السويد على سبيل المثال هم بيلبسوا من بعض، فهلا اذا كانت هاي الثقافه موجوده انه فعليا لبس اخوي مني، اخوي بيلبس مني اذا زغرت الشغله علي، فبالتالي المحتاج ممكن يلبس مني، نحن بنتبادل ملابس، انا بلبس اباعي اخوي بس يصغر، هاي الثقافه موجوده في بعض البيوت، تختلف من بيت إلى آخر. إذا كان البيت فعليا ما عنده هاي الثقافة اللي هو تبادل الملابس من بعضه، لا يفضل أنه من مدخرات الطفل يشتري الأمور هاي. أما إذا كانت ثقافة، طب يعني أنا بقول لك على مستوى أمرة في بعض الدول، مثلا في كارولين أميرة موناكو كانت تلبس من أمها ولبست بنتها منها، إذا كانت هاي الثقافة موجودة ليس هناك ما يمنع أن الطفل فعليا يدخر من ملابسه. أنا ما بقول المهتري أو الخربان، أنا بقول القديم الذي لا يعتاز اللي ضاق عليه، ولكن أكيد مش يكون خربان. فهون تختلف من أسرة لأسرة حسب ثقافة الأسرة نفسها. نعم. هاي شغلة، شكرا للتنويه على هاي النقطة لأنها نقطة مهمة فعليا. طيب أستاذ سوا يعني ابقي إنه حسب ثقافة الأسرة. نعم ابقي معي أستاذ سوا. أستاذ سعيد، هذه المبادرة لها أنشطة، ما هي أبرز هذه الأنشطة مع الأولاد في هذه المبادرة الخاصة بإدخار المال أو إدارة المال؟ للأطفال في إنجاز، في إنجاز نعم طبعا. بالنسبة للبرنامج اللي أنا أطبقه، أنا أهل طلبة ثانوية ثالث ثانوي وثاني ثانوي وأشرح لهم عن سوق العمل. نعم. وإعدادهم سوق العمل والتخطيط المالي والإبداع والتفكير الإيجابي والعمل الجماعي والبحث عن العمل وكتابة السيرة الذاتية والأمور هاي كلها.
ونعطيهم أنشطة كثيرة. من ضمن الأنشطة اللي أنا يعني أستمتع فيها مع الطلبة أقسمهم إلى مجموعات، وكل مجموعة مبتعدة عن الثانية ما تشوف الثانية إيش يعمل، وأوزع عليهم بطاقات كرتونية صغيرة 35 بطاقة ومعها مشابك، وأطلب منهم كل مجموعة تعمل لي بناء أعلى ما يمكن من هذه البطاقات بربطهم بالمشابك ببعضهم البعض، ويعملونها في أسرع وقت وأعلى ما يمكن وأقل عدد من البطاقات، وإذا احتاجوا بطاقات زيادة أعطيهم، وعندهم وقت محدد يعني ما أحسس ساعة لها فيعملون. وهذا النشاط الكروت والبطاقات عبارة عن المال، هم يعملون مشروع بالفلوس هذه، فإذا عملها عمل أرفع ما يمكن وبأسرع ما يمكن بأقل عدد من البطاقات فهذا مشروع ناجح جدا. فهم كلهم خذوا نفس المشروع، ولكن بعضهم عمل لي طابقين وبعضهم عمل لي 10 طابق بأقل الكروت. فأقيمهم المجموعات بكودينج، أعطيهم نقاط على هذه ونعطيه جائزة للفريق الفائز، وبعدين نخلي المجموعات الأخرى تشوف إنجاز بعضهم بعض علشان يشوفون الأفكار، لأنه هو عنده فكرة طلعها ولكن شاف فكرة جديدة تختلف. أيوة هناك، فبالتالي فبالتالي يقدر العمل الجماعي، لأن لازم هذا العمل يسبق التخطيط اللي هم دربتهم عليه أساسا قبل أن نبدأ النشاط، التخطيط العمل الجماعي والليدر وطاعة الليدر وتوزيع العمل بحيث أن يتم الإنتاج، لأن إذا كل واحد يسوي نفس العمل فلازم يتوزع العمل، فهذه كلها يدربون عليها ويطبقونها في هذا النشاط. نشاط مهم وبيعكس عن رؤية. أيوة، فبالتالي يعرف معنى العمل، يعني شنو عمل، لأنه هو لما قال كلمة عن الصناعة ولا صناعة البترول ولا صناعة ما تعني له شيء، ولكن بالألعاب تصل للفكرة بشكل تصل للفكرة بسهولة. طيب، وهناك أنشطة أخرى مماثلة. نعم، في هذا الإطار أستاذ سهى، بالحديث عن الموارد المالية للأبناء، يعني حضرتك كنت تحدثت عن فكرة أن لا يعني ممكن أن يكون لي راتب شهري مثلا أو مصروف يومي أو أسبوعي أو شهري من الأب، كذلك أيضا في المناسبات إذا أخذ بعض المال من الجد أو الجدة، في عياد الميلاد بعض الناس تقدم بعض الهدايا المادية، هناك بعض الآباء يربطون بعض الأعمال بالمادة، مثلا إذا قمت بترتيب يعني حجرتك سأقوم بدفع لك مبلغ من المال، هناك أيضا من يربط بين العبادات مثلا إذا قمت بالصلوات 5 صلوات في اليوم، هل هذه طريقة مثلى في جعلها مورد من موارد المال للأبناء؟ صراحة هي في تفاوت في وجهات النظر بالنسبة للموضوع ما بين مؤيد ومعارض. أنا شخصيا أرى أن الطفل بده يعتاد على هاي الأمور كما يعتاد على الادخار وما بربط بيناتهم، بمعنى أنه أنت واجبك أنك كجزء من واجباتك، أنا إلي علي واجبات وعليك واجبات، إلي حقوق وإلك حقوق، جزء من حقي عليك أنك ترتب سريرك مثل ما أنا جزء من حقك علي إني أربيك وأدير بالك على أدير بالي عليك أطعميك أعمل لك أكلتك إلى آخره. ففي حقوق وواجبات وثوابت أساسية لابد أن يعملها الطفل. موضوع الصلاة هذا حق لله، أنا ما بدفع مقابل للطفل، أعود مقابل، ولكن إيش اللي بعمله أنا؟ إذا لاحظت الطفل فجأة بدون شروط لاحظت الطفل ملتزم بالصلاة لفترة أسبوع، مش غلط لو أقول له مكافأة لإلك لأنك صليت الفروض في مواعيدها، أنا هاي المكافأة حطيت لك إياها بالحصالة، بس لا أضع الأمر مشروط، لأنه إذا وقفت المكافأة سيتوقف الطفل عن أداء العمل. بمعنى أنا بقول له إذا أنت بترتب سريرك بعطيك مصاري، وقفت أعطيه مصاري ما في ترتيب للسرير، لا يحافظ على ثبات السلوك، ولكن إنها تكون مكافأة في نهاية العمل ومش محددة بزمن فجأة يعني متقطعة، مرات بعملها بعد شهر
شهر، مرات بعد أسبوع، مرات بجيب له مكافأة هدية، اللي البنت إذا اعتادت على الصلاة بشتري لها ملابس صلاة على سبيل المثال، هاي مكافأتها. هذا النوع لا بأس فيه. أما شغلة الشغلة مشروطة بمقابل مادي في الواجبات اللي على الطفل، فهذا صراحة يجعله لا يؤديها إلا إذا دفع له، وللأسف هذا تمهيد للرشوة في